أكملنا سيرنا داخل القرية، نراقب، نترصد بعض التفاصيل علنا نكون سبباً بفرج الله للمكروبين. امرأة وطفلين ودموع لا تتوقف. شو تتمنى في الحياة لعيالك؟ إنهم يكبروا لهم قيمة، يكونوا لهم شخصية، ما يكونوا ضايعين. تبغين منزل؟ تدارسة؟ أيوة. إلى مرحلة؟ وأتمنى إن أنا أشتغل، عشان لو أشتغل أنا بحس إنني من بيسي أكل عيالي، من شقايا تعبي، أشتي أحس إنني قدمت حاجة. لا تعطيني سمكة بس علمني كيف أصطادها. أنت أختنا أنا وعندك أخوان وفي عيوني. وكعادة فايز وفريقه لا مكان للتردد لديهم، لينطلقوا بأسرع ما يمكن للبحث عن أحد المنازل المتاحة بالقرية وإيجاد مأوى للأم وطفليها. تعاطف وتفاعل وحل سريع أوقف من خلاله فايز سيل من دموع لامرأة ضاقت بها وبطفليها كل السبل. خلاص ما في دموع؟ ما في بكاء؟ أكيد؟ إن شاء الله. وتكمل التعليم غيرك المدرسة؟ أيوة، يدرسون إن شاء الله ويوفقهم ربي، يكبروا ويتعدوا دكاترة يا سادسة إن شاء الله. يا رب يا رب الله يخليهم لك في جماعتنا خير إن شاء الله. آمين يا رب. هذا مفتاح بيتك وهذا قفل البيت، وأسأل الله يبارك لك في عيالك إن شاء الله وفي صحتك. ها، وبعد بدأ يأخذ المفتاح من أولها. يلا عطي عطي.